أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج صحتكم أمانة. التضحية لها أساليب وأشكال عديدة، من أرقى هذه الأشكال التضحية من أجل خدمة الوطن، وتكون من خلال التخلي عن الأمور الشخصية وتقديم العمل والخدمة في سبيل تحقيق الاستقرار ورفعة الوطن. ودائما نحن نتذكر أقوال قادتنا الله يحفظهم اللي أكدوا فيها على أن الأوطان تبنى بالتضحية والعمل الجاد. واليوم في هذه الحلقة من برنامج صحتكم أمانة بنستضيف سيدة إماراتية ضحت بالكثير من أجل خدمة وطنها والوقوف على رأس عملها، وخاصة في أزمة جائحة كورونا. بنرحب بضيفتنا العزيزة ابتسام محمد عبد الله، فني أشعة رئيسي. أولا نرحب فيك أخت ابتسام، وطبعا أنت وحدة من كثير من بنات الوطن اللي بالفعل ضحن، وشاهدنا البنات وشاهدنا السيدات في طبعا أرض خلينا نقول نحن ما نقدر نقول نشوف في الميدان من أجل سلامة الناس، سلامة المجتمع. اليوم إذا أنا بسأل الأخت ابتسام ليش ضحيتي؟ شو الدافع اللي خلاك تضحي؟ طبعا عندي دوافع عديدة، ومن أهمها وأولها الدافع الأول اللي هو ديننا الإسلام اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا. يعني نحن ما يخفى عليكم إذا قمنا بتحية غصن عن طريق الناس نكسب الأجر والثواب، فما بالك بتضحية لمنفعة البشر. الدافع الثاني طبعا الوطن وقادتنا. صعب أني أكون إماراتية وما ضحي من أجل الوطن، والأصعب أني أكون بنت زايد وما أبذل علشان الوطن، وأحس أن أمر مشين أكون في دولة رئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، ونائب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، وأكون في دولة فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، وما يكون عندي مظهر من مظاهر التضحية. الدافع الثالث طبعا والديني اللي هم من أكبر الأسباب اللي ربوني على حب التضحية. وطبعا الدافع الأخير بتضحيتي هاي وحبي للتضحية بزرع في نفوس أبنائي حب التضحية، وبالتالي بتكون العملية مستمرة بإذن الله تعالى. الله يحفظك. طبعا جواب شافي ما شاء الله تبارك الله. اليوم أنت يعني واجهتي تحديات كبيرة، طبعا من ضمن التحديات يعني ممكن أنا أقول أن صحتك ما كانت ولا بد وأنت في الميدان، وطلب منك الابتعاد وقالوا لك يعني ترجوك أنك تبتعدين من أجل صحتك، وكذلك يعني قالوا لك وجودك في الميدان حاليا ممكن يعني ضحين نفسك والوضع يكون خطر عليك انت. كيف واجهتي التحدي هذا؟ يعني سبحان الله، انا قبل فتره فعلا كنت مريضه الله يحفظ الجميع، وسبحان الله قبل ما تبدا هاي الجائحه او يتفشى هالفيروس الحمد لله الله انعم علي بالشفاء، وكانت سبحان الله مثل رساله لي من رب العالمين، أن مثل ما يعني رب العالمين سخر لي ناس وأطباء يعني بذلوا جهدهم لمساعدتي وشفائي، الظاهر أن الحين دوري ووقتي أنا أيضا أني أبذل الجهد والوقت مثل ما هم ساعدوني، الحين يا دوري أني أنا أساعد الناس. زين، أنت قلتي طبعا كل إنسان مضحي يحط في ذهنه أنه يمثل بلاده ودائما يكون سفير لبلاده في الأعمال اللي يقدمها من أجل الناس. واليوم في دولة الإمارات نحن يعني الحمد لله رسالة هاي موجودة بين أفراد المجتمع، كل الناس اللي عايشين في دولة الإمارات هدفهم الأول والأخير الحفاظ على دولتنا الغالية. اليوم كذلك أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، الحفاظ على صحة والدينك. يعني أنت اليوم كيف قدرتي تنسقين ما بين عيالك، زوجك، والدينك، العمل، التضحية، الميدان، كيف نسقتي الأمور هاي؟ وأنت كذلك أنت كإنسانة كيف قدرتي يعني تأقلمين هاي الأمور كلها؟ أولا عبر التفاهم والحوار العائلي اللي دار بيني وبينهم، عرفتهم بطبيعة العمل وعرفتهم بالمهام المناطة بي، وبلغتهم أن الحين الوقت اللي أنا أبي ألبي فيه نداء الوطن، وأنا الحين يا دوري أني أرد ولو جزء بسيط للجمايل الوطن علينا. أما بالنسبة للعمل الحمد لله رب العالمين أنه يعني كان عندنا مسؤولين على قدر المسؤولية، كان عندهم فعلا مرونة بين الجدية والعمل، فهالأسباب خلت تصير توافق بيني بين العمل والأمور الحياتية. ما ترددتي في مبدأ يعني في مرة من المرات؟ تعرفين الإنسان عبارة عن نفس والنفس تحاكيه، فأحيانا ممكن أنت يعني داخلك تقولين أنا تعبت
ولا لا دائما كنتي تحفزين نفسك يعني بطريقة معينة بحيث أنك بالفعل تحسين أن العمل اللي تقدمينه نابع منك. فشو يعني هل بالفعل مريتي في هذا الموقف مرة من المرات؟ طبعا لأن استمرينا فترة طويلة في هالعمل ولازم الإنسان شوي بيها الشعور يعني. وكيف كنتي تتغلبين عليه؟ يعني دائما كان لنا داعم سواء من الأهل أو من المسؤولين في الدوام، يعني المتابعة المستمرة والدعم من قبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد العام لشرطة دبي، كان دائما يعني يثني علي بجهدي وحسن العمل، كان وايد يحرجني بهالشيء، ودائما كان في متابعة مستمرة من قبل اللواء عبدالله الغيثي اللي هو رئيس الفريق الداخلي للأزمات والكوارث. يعني الله يحفظك. طبعا الانتماء للوطن مثل ما تفضلت أختنا ابتسام هو من أسمى المشاعر والأعمال، ولذلك لازم نضحي من أجله بكل شيء غالي ونفيس، وتكون هذه التضحية بصدق وإخلاص حتى نساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار. ولكن كيف تؤثر التضحية في المجتمعات والأوطان؟ تابعوا معنا العرض التالي. أختنا ابتسام، طبعا أنت أم وعيالك دائما يكلمونك، ودائما يعني مثلا يوم العيال يحسون أن أمهم شوي بعيدة يتأثرون يبون أمهم عدالهم، فكيف كنت تتغلبين على أو كيف كنت توفري لهم مشاعر الأمومة وأنت بعيدة عنهم خاصة في المناسبات؟ يعني نحن لاحظناك كذلك أنت كنت في الميدان في الأعياد في المناسبات، فكيف كنت تتعاملين مع عيالك؟ ما عندي إجابة. شو هي الإجابة؟ أنا أبغي الإجابة. هل عيالك يعني وانت في الميدان أمهم يشوفونها تضحي مفتقدينك؟ لأن أنا حصل رسالة من عيالك، ترى رسائل تيني وخاصة الرسومات كانت وايد حلوة، يرسمون أمهم كمضحية، يرسمون أمهم كشجاعة، يرسمون أمهم إنها قاعدة تشتغل من أجل الوطن. فالطفل من الصعب إنه يخفي علي المشاعر، الطفل يطلع بالرسم، ورسمهم ما شاء الله جدا حلو ومطلعينش كقائدة. فأنت كيف تقدرين يعني هل تتواصلين معاهم ولا هم شو يسوون؟ كيف يشجعونك؟ ما يقولوا لك ماما كملي شغلك نحن وياك؟ طبعا في تواصل دائم بيني وبين عيالي، حتى يعني طبيعة الشغل اللي أشتغلها يعرفون كل التفاصيل، يوم أتكلم مع المرضى، يوم هذا، يوم تصير عندي حالة، يوم كان عندي ناس في العناية وعقب الحمد لله الله من عليهم بالشفاء، يعني كانوا يعني معاي في كل الخطوات وكانوا يفرحون معاي، مثلا إذا كان عندي مصاب وعقب تعافى كانوا يعرفون منو اللي يساعدني في الدوام، كيف طبيعة شغلي، كل التفاصيل، وكانوا دائما يقولوا لي إن إحنا وايد فخورين فيك، وايد نحن مستانسين من الشغل اللي تسوينه، يعني هذا روحه كان وايد دافع كبير يعني لي. يكتبوا لي الرسائل، يحطوا لي الهدايا، يوفروا لي إن يوم أرجع مثلاً أكون مرتاحة، ما يأذوني بالطلبات، يعني وايد كانوا السبورت حقي. يعني العيال مهما هم كانوا صغار لكن يحسون بالوالدين ويكونون دعم، يعني خاصة إذا كانوا مثلاً في أعمار معينة يفهمون، نحن نظن إنهم ما يفهمون لكن هم يفهمون الحياة، والدعم اللي تحصلينه منهم ترى دعم كبير يعني الكثير للوالدين. بالنسبة لك أنا لاحظتك يعني أنت يوم عندك المرضى تعتنين بهم وهم يطلعون من عندك أنت تتابعينهم وتكونين جدا فرحانة، لكن أحيانا لا سمح الله إذا حالة مثلا فرقت الحياة أو ما شابه وايد تتأثرين، وايد تصيحين، وايد يعني تحزنين.
فهل بالفعل يعني يأثر؟ طبعا ما أعرف كيف أسألش هذا السؤال، لأن أنا شفتك وأنت كيف تتعاملين وكيف يعني انفعالاتك اللي أنت تطلعين من خلالها مع المرضى. إذا فقدتي حالة شو تحسين؟ يعني شو تظني؟ كيف تتعاملين مع نفسك؟ هل تظنين أنك قصرتي في المهمة ولا تحسين أنك فقدتي شيء؟ طبعا أحس أني فقدت شيء، لأن أتابع الحالة من البداية، من يبلغوني عن هالشخص أني مصاب أكون على تواصل معه وأحاول وأسعى أوفر له كل اللي محتاجه، سواء كان محتاج دخول المستشفى أو محتاج في المستشفى عناية، وأتابعه بشكل يومي. ويعني طبعا مستشفياتنا هني ما قصروا أبدا، فيوم أشوف أن هالحالة ما يست تتحسن وياست تنتكس، وأشوف عيالي يكلموني الله يخليك ساعدي أبوي، ونرمس الدكاترة وأشوف أنه ما في مجال، لأن هاي الحالة سوء يوم عن يوم، فعلا وايد أضايق وايد أزعل، لأني أشوف أنه نحن نحاول ونسعى بس في النهاية أمر الله. يعني أكثر حالة أثرت فيك جريب؟ أكثر حالة بالفعل أثرت فيك، شفتي حالة صحت اليوم الثاني بلغوك أن الحالة فارقت الحياة؟ والله كل الحالات دكتور، وفي حالات صح سبحان الله ما كان فيهم أعراض، عندنا حالات ما كان فيهم أعراض، بس للأسف في يوم عقب أسبوع أو عقب 10 أيام هني تيهم الأعراض وللأسف يفارقون الحياة. يعني بمعنى أن أنت بالنسبة لك التضحية ضرورية جدا، يعني هي رسالة للمجتمع إذا نبغي نحن يعني أثر التضحية على المجتمع. هل تشوفين أن بالفعل التضحية لها أثر قوي على المجتمع؟ طبعا لها أثر قوي. أنا صراحة بالنسبة لي أنصح الجميع بالبذل والعطاء والتضحية، لأن الإمارات تستحق، ولأن شعبنا يستحق، ولأن قاداتنا يستحقون كل خير. وقبل هذا كله لا ننسى الأجر من رب العالمين، كل من يعني كل اللي بيبذل ويعطي ويضحي لا ينسى الأجر والفضل والكرم من رب العالمين. أنا بعد العرض طبعا الإخلاص والتفاني في العمل من أجل المجتمع والوطن هو أهم ركائز النجاح، ولكن الإخلاص له علامات ودلالات تظهر على الشخص حتى يعرف أنه في الطريق الصحيح. تابعوا معنا العرض التالي. أخذنا ابتسام، لو طلب منك مرة ثانية وطلب الأمر أنك تضحين، هل بتضحين مرة ثانية؟ طبعا بضحي، مستعدة أضحي لأن الوطن غالي. زين، رسالتك طبعا لبنات الوطن، الرسالة اللي تبين توصلين إلهم شو تبين تقولي لهم، يعني على أساس تشجعينهم في مسألة التضحية، شو اللي تبغين توصلين إلهم؟ هل لاحظتي أن من خلال التضحية تعلمتي سمات جديدة في حياتك؟ مثلا على سبيل المثال سمات القيادة، كيف تكونين في الميدان، كيف تتصرفين عندك مواقف صعبة، كيف تحلينها؟ هل التضحية بالنسبة للإمرأة إضافة؟ طبعا لها إضافة وايد كبيرة، يعني أنا وجودي في الميدان والتضحية اللي قدمتها تعلمت من أكون شخص تنفيذي إلى شخص قيادي، وهذا شيء وايد كبير. يعني زين الحين أنا طبعا ما كنت أتمنى عندي وقت وأسألك أكثر، لكن إذا طلبت منك مثلا نصيحة في جملة تبغين توصلينها للمجتمع
شو بتقولين؟ شو بتنصحين الناس؟ إذا أي حد جت الفرصة أنه يضحي أبداً لا يتردد، لأن التضحية شيء وايد جميل. وطبعاً كذلك وكلنا نحن نضحي من أجل الوطن، لأن الوطن أعطانا أشياء كثيرة، فنحن لازم نضحي من أجل الوطن. طبعاً شكراً جزيلاً أختنا ابتسام، نحن وصلنا في نهاية الحلقة، وأتمنى لك التوفيق لك ولأسرتك، وأنا أهني أسرتك على طبعاً وجود ابتسام وهدية ابتسام لنا نحن، وإنها مضحية وجندية في الميدان ومن أجل خدمة الجميع. شكرا لك. نحن من برنامج صحتكم أمانة طبعا نبغي نشكرك شكر جزيل على قبولك الدعوة ووصولك إلى البرنامج، وعطيتينا مثال عن التضحية لبنت الإمارات، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، خدنا نحن مثال، ومثل ما تفضلت أختنا الغالية ابتسام، الوطن يستحق التضحية. ومن صحتكم أمانة نتمنى لكم الصحة والعافية، وتابعونا في الحلقات القادمة، وشكرا.